وعن آخر أخبار الطقس من نشرة التاسعة. نعم، عودة مرة أخرى إلى مصطفى مصر. شكرا من جديد رغدة أبو ليلى، وأخيرا شكرا لك أميرة العقبة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطتنا الثالثة والأخيرة، نستعرض فيها مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا البلاد الجمعة طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وكذلك على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وكذلك الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها من محافظة القاهرة، وفيها درجة الحرارة العظمى تشير إلى أنها 33 درجة والصغرى 25، ويكون الجو في القاهرة حار. في الأسكندرية 30-23 يكون الجو فيها حار، في مطروح 29-23 ويكون الجو فيها مائل للحرارة، في بورسعيد 30-25 ويكون الجو فيها حار، في الإسماعيلية 33-24 ويكون الجو فيها حار. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 33 درجة والصغرى 24 يكون الجو فيها حار. في العريش 30-23 يكون الجو أيضا فيها حار، في طابة 36-27 يكون أيضا الجو فيها حار. أما عن شرم الشيخ فدرجة الحرارة العظمى 40 درجة والصغرى 30 ويكون الجو فيها شديد الحرارة، وفي الغردقة 37-28 ويكون الجو فيها أيضا حار. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 42 درجة والصغرى 28 ويتسم الجو بشدة الحرارة. في أسوان 43-30 ويكون أيضا الجو فيها شديد الحرارة، في الوادي الجديد 39-29 ويكون الجو أيضا فيها شديد الحرارة. أما عن شلاتين ف 35 درجة العظمى والصغرى 26 ويكون فيها الجو حار، وأخيرا في حلايب 34-26 درجة ويكون الجو فيها حار. الآن مشاهدين الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.